ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة خبراء اللغة الإنجليزية. إن شاء الله النهاردة معانا موضوع جديد وهو مقارنة الصفات في اللغة الإنجليزية. هنشرح طريقة مقارنة الصفات في اللغة الإنجليزية بالطرق الثلاثة اللي بتميز مقارنة الصفات. حضر ورقة وقلم وتابع الفيديو معايا عشان تدون الملاحظات. تمام، النهاردة شرح الصفة، استخدامات الصفة، المقارنة ما بين الصفة في ثلاث أنواع: التساوي والزيادة أو النقصان، أو المقارنة المطلقة اللي بندي صفة لواحد عن أكثر من واحد. نبدأ يلا مقارنة الصفات في اللغة الإنجليزية بأنواعها الثلاثة وملاحظات على الصفات وأنواعها في اللغة الإنجليزية. النهاردة هنبدأ بتعريف الصفة. يعني إيه صفة؟ الصفة هي كلمة بتيجي عشان توصف الاسم في الإنجليزي لتديله ميزة أو تعطي له ميزة معينة، مثل ميزة الحجم أو الوزن أو اللون أو الحالة أو الحرارة. عايز تقول مثلا إن الشيء ده لونه أخضر، أو الشيء ده كبير، أو الشيء ده ثقيل أو خفيف أو بارد أو سخن أو هكذا. كل دي في اللغة الإنجليزية يعني زي العربي كده تسمى صفات. تأتي الصفة قبل الاسم في اللغة الإنجليزية. مثال: old man. old man معناها رجل عجوز. لاحظ ان احنا بدأنا بold اللي هي الصفة وحطينا كلمة man اللي هو الاسم اللي هو عجوز. young girl بنت صغيرة. لاحظ ان برضو عندي young دي معناها صغير وgirl، يبقى الصفة بتيجي الاول وبعدين الاسم. يعني حتى لما تيجي تشرح الكلام ده للطفل او لحد لسه مبتدئ بتعرفه ان الانجليزي عشان بدأ من الشمال، فبالتالي محتاجين نحط الصفة الاول، على عكس اللغة العربية بتبدأ بالاسم وبعدين بتضع الصفة. فاختلاف اللغات، اختلاف اللغات. تمام، رجل غني يبقى rich man. طبعا rich برضو في جات الاول وبعد كده man. لاحظ ان كل من tall old young tall rich هي صفات وقد سبقت الاسم. طيب بعد كده هنتكلم على موضوع وهو اختلاف الصفات من حيث الطول او القصر. يعني في صفات قصيره في اللغه الانجليزيه وفي صفات طويله. برضو لازم نعرف الاول الاساسيات دي قبل لما نخش على شرح مقارنه الصفات. الصفات القصيره في اللغه الانجليزيه هي صفات قصيره بعدد حروف صغير، وتتميز انها تنطق على مره واحده. يعني الصفه دي عدد حروفها قليل مش كتير، يعني مثلا اخرك 7-8 حروف وبتتنطق. اهم حاجه بقى بتميزها وبنقول عليها ان هي صفه قصيره غير عدد الحروف القليل، ان هي بتحتوي على مقطع صوتي واحد. يعني ايه مقطع صوتي؟ يعني لما باجي انطقها بنطقها على مره واحده. تمام، بص كده خلي بالك معايا. tall tall ما ينفعش اقسمها، ما ينفعش اقول ت old، ما ينفعش طبعا. short short برضو صفه قصيره تنطق على مره واحده. big صفه قصيره. long صفه قصيره. old think وهكذا. نشيل think اصلا، think مش صفه، هي thin، معلش اسف هنشيل الكلمه هنا. thin رفيع، thin معناها رفيع. خلاص دي كده اسمها صفات قصيره. نخش بقى على تعريف الصفات الطويلة. الصفات الطويلة هي صفات طويلة بعدد حروف كبير. طيب هل بس عدد الحروف اللي بيميزها؟ لا، تتميز انها تحتوي على اكثر من مقطع، ويمكن التمييز بينها وبين الصفات القصيرة عن طريق تقسيم المقاطع الصوتية. يعني ما تيجي تنطق الصفة دي بتتقسم معاك الى مقاطع صوتية. خلاص، يعني مثلا هناخد صفة اللي هي غالي. غالي في اللغة الإنجليزية معناها إيه؟ expensive. expensive تعالى نقطعها كده في النطق، ممكن نقول X لوحدها، وممكن نقول pen لوحدها، وممكن نقول sieve لوحدها، تبقى expensive. تمام؟ طب important ممكن أقولها important. im وport وant، يبقى أنا كده برضو بنطقها على ثلاث مراحل. خلاص، اذا دي تعتبر صفات طويله. ايه الهدف ان احنا بنشرح الصفات القصيره والصفات الطويله؟ هتعرف دلوقتي لما نعمل مقارنه الصفات مع بعض. خلاص،
تابع معايا. امثله اخرى على الصفات الطويله، صفات طويله احنا قلنا beautiful beautiful interesting wonderful. تاني beautiful beautiful ادي مقطعين، interesting ادي مقطعين، wonderful ادي مقطعين، exciting ادي مقطعين. خلاص الصفات المنتظمه والصفات الشاذه. طيب برضو قبل ما نشرح مقارنه الصفات في تاسيس، التاسيس ده علشان ندخل على مقارنه الصفات. يعني اغلب الناس اغلب الدروس هتشوفها داخل شرح في مقارنه الصفات، لا احنا عايزين نعرف الحاجات دي الاول، لان الحاجات دي اساسيه هي اللي هتفرق معايا، هتخليني افهم الدرس بسهوله. طيب الصفات زي ما فيها قصير وطويل وعرضناهم دلوقتي، في حاجه اسمها صفات شاذة وصفات منتظمة. طب ايه حكاية الصفات الشاذة والصفات المنتظمة؟ قالك اولا الصفات المنتظمة هي صفات يضاف اليها عند المقارنة اضافات ثابتة. يعني صفر عايز تقارن ما بين حاجتين تزود لها ER، صفر عايز تخليها مطلقة يعني تقارن ما بين حاجة واكتر من حاجة تزود لها EST. طبعا احنا هنقول الكلام ده كمان شوية، هنا مش محتاج نحفظ قاعدة لان احنا عارفين الإضافة يا إما ER إما EST. يلا أمثلة على الصفات المنتظمة بإضافتها الثابتة. تمام؟ إيه هي الصفة المنتظمة بإضافة ثابتة؟ طول مثلا taller أو tallest، long طويل تبقى longer أو longest، small قصير تبقى smaller أو smallest. طيب نخش على النوع الثاني، الصفات الغير منتظمة هي صفات لا يمكن إضافة الإضافات الثابتة التي سبق وأن ذكرناها ولكن يتم تغييرها حسب قاعدة المقارنة. طيب تعالى معايا بقى، النهاردة أنت معاك صفة اسمها good، جاي كويس، عايز تعمل بها مقارنة، هل ينفع تحط لها ER؟ هل ينفع تحط لها EST؟ لا، good بتبقى better، good بتبقى إيه؟ better، عشان تقارن ما بين طرفين تقول فلان أفضل يبقى استخدم better مش good طبعًا. طب عايز تقول ان فلان ده هو الافضل يبقى بيست، عشان كده قلنا جود بيتر بيست، جيد افضل الافضل. طيب سيء باد كلنا عارفين الكلمه دي، طب اسوا ورس، واخد بالك تغيرت، ما ينفعش اضيف لي باد ER ولا EST، بتتغير الى ورس ثم الاسوا تبقى ورست، ما ينفعش اضيف لي باد EST ولا ER. خلاص فار بعيد، طب عايز تقول الابعد، لاحظ ان شوف الكلمه اتغيرت ازاي، farther ابعد، طب الابعد يبقى farthest الابعد، خدت بالك؟ عشان كده دي تسمى صفات شاذه لان هي لا يمكن اضافه ER او EST لها. خلاص يلا يا جماعه ننزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده على درسنا اللي هو مقارنه الصفات، ونتعلم يلا طريقه مقارنه الصفات بالثلاث طرق. مقارنة الصفات تتم مقارنة الصفات في اللغة الإنجليزية على ثلاث مراحل، لكل مرحلة قاعدة وتطبيق. تمام، المرحلة الأولى المساواة. يعني إيه مساواة؟ يعني عندك اتنين في نفس الطول، بلدين في نفس الحجم، بلدين في نفس حجم في نفس عدد السكان، حاجتين بنفس السعر، حاجتين بنفس اللون، يبقى كده كده أنت بتقارن بطريقة المساواة. يعني عايز تقول إن الطرف الأول يساوي الطرف الثاني في الصفر. تمام؟ اوكي؟ يلا ناخد بقى القاعدة بتاعتنا، هنجيب الاسم الأول اللي احنا عايز نقارنه وليكن يكون مثلا ولد، as مثل الصفة، الطول، الحجم، اللون، as تاني اللي هي مثل برضو، الاسم التاني أو الولد التاني أو الشخص التاني، خلاص؟ بنحط الصفة اللي احنا عايزينها في وسط القاعدة بتاعت as، دي قاعدة اسمها as، وبنحط الصفة في النص وما بنضيفلهاش اي حاجه، يعني مفيش ER مفيش EST، اتفقنا كده؟ يلا ناخد مثال، الاسم الاول حط اي اسم، هاني مثلا، حط as ماشي، حط الصفه في النص اللي هي طول، حط بعد كده as، حط الطرف الثالث خلاص يبقى علي، يبقى هاني is as طول as علي. وهنا معلش انا محتاج اضيف كلمه is هنا علشان فيرب تو بي طبعا، يبقى هاني يكون في نفس طول احمد او احمد في نفس طول هاني، سوري احنا كتبنا هنا علي فوق، طب نخليها احمد عشان يبقى الاسم منتظم. تمام خلاص ماشي تمام كده، هاني از طول از احمد، خلاص
ولو حتى جبت احمد الاول هيبقى احمد از از تول از هاني، مفيش اي مشكله. خلاص طيب تعال، عندي بلدين القاهره ولندن، الاثنين كبار في نفس الحجم مثلا او في نفس المساحه، مثلا على سبيل المثال احنا مش بنقول المعلومه صح، احنا بس بندي مثال. خلاص كايرو از از بيج از لندن، القاهره كبيره مثل لندن. يلا عملنا ايه؟ حطينا قاعده از، وبعدين حطينا الصفه اللي هي بيج، وبعدين حطينا اس، وحطينا الطرف الاولاني اللي هو كايرو في اول المقارنه، والطرف الاخير اللي هو لندن في اخر المقارنه، واستخدمنا فيرب تو بي اللي هو از. تمام، بس ادي مرحله مقارنه الصفات بالتساوي. هتحط الصفه ما بين از الطرفين، واحد في الاول واحد في الاخر، وما تنساش فيرب تو بي. ممكن نعمل مليون مثال على كده، اكتفي بالمثالين دول، وسيب لي بعض الامثله اللي تعملها في اسفل الفيديو كات عليه. المرحله الثانيه المقارنه ما بين اثنين. يعني ايه مقارنه ما بين اثنين؟ يعني بقارن ما بين طرفين في المقارنه، ممكن الشيء يكون اكبر او اصغر من الشيء الاخر. تمام، طب القاعده دي بنعملها ازاي؟ بنضع الاسم الاول وبعدين الصفه، وبعدين بنضيف للصفه ER، وبنضع كلمه زان، يعني الحاجات دي اساسيه لازم نعملها، وبعدين نضع الاسم الثاني. تمام، يلا تعال بقى نشوف كده. هنا بس عندي في لخبطه في تركيب الجمله، فاحنا هنمسحها ونكتبها ثاني. خلاص كده عايز اقول، تمام، علي is older than ابراهيم. هكبرها بقى شويه كده عشان الناس تشوفها. خلاص يلا، علي is older than ابراهيم، يعني علي اكبر من ابراهيم. عملناها ازاي؟ عملناها ازاي؟ ركز معايا، علي ده الطرف الاول، فيرب تو بي اللي هو is old، الصفه بتاعتنا المستهدفه اللي هتقارن ما بين طرفين حطينا لها ER. كتبنا كلمة زان، ودي كلمة أساسية لازم تتكتب في المقارنة طالما عندك طرفين، وبعدين حطينا إبراهيم، يبقى علي أكبر من إبراهيم. طيب فاكرين الثلاث صفات الشاذة اللي إحنا قلناهم في الأول؟ خلاص؟ بنستخدم من جود بدل ما نضيف لها ER بنستخدم بيتر، ومن باد ورس، ومن فار اللي هي بعيد فارذر. تمام؟ ليه؟ لأنها صفات شاذة لا يضاف إليها ER. يلا بينا، فوتبول is better than volleyball، يعني كرة القدم أفضل من كرة الطائرة. طيب فاكرين الصفات الطويلة اللي احنا شرحناها في الأول؟ شفتوا بقى الكلام ده كان مهم ازاي ان احنا نبدأ بيه؟ طيب الصفات الطويلة صفات بتتكون من حروف كتير وتنطق على أكتر من مقطع. طب هل ينفع ان هي تبقى حروفها كتير وبتنطق على أكتر من مقطع وأضيف لها كمان ER؟ لا ما ينفعش. طيب يبقى هنا القاعدة بتاعتها ليها هتكون قاعدة محددة كالتالي، الاسم الأول وبعدين إما مور بمعنى أكثر وإما لس بمعنى أقل، وبعدين الصفة الطويلة، وبعدين كلمة زان، وبعد كده الاسم الثاني. أيوة ثانية، نكمل يا جماعة. هنا بنقول الاسم الأول زائد مور أو لس زائد الصفة الطويلة زائد زان زائد الاسم الثاني. مثال، هالة is more beautiful than نهى. تعالى كده يا مستر، بس عايزين نشوف beautiful صفة طويلة ما ينفعش أضيف لها ER، فبالتالي عايز أقول إن هالة أجمل من نهى مثلا، يبقى أحط كلمة more بمعنى إن هي ها أكثر جمالا، يبقى هالة is more beautiful than نهى. طب أنا عايز أبدأ بنهى، ها مين يعملها معايا؟ يبقى أقول نهى is less beautiful، يعني أقل جمالا، إحنا قلنا more أكثر وless أقل. تمام كده؟ طيب يلا ندخل بقى على المرحلة الثالثة، المقارنة المطلقة. يعني إيه بقى مقارنة مطلقة؟ يعني إحنا بنقول إن في شخص أو شيء الصفة عنده أكبر من الشخص أو الشيء التاني. خلاص؟
الشخص او الشيء التاني ده يعتبر اكتر من شخص، يعتبر اكتر من شخص، يعني بنقارن ما بين واحد وعدد اكتر من شخص اخر، يعني اتنين، من واحد واتنين، من واحد وتلاتة، من واحد واربعة، من واحد وبقية المجموعة، وهكذا. تمام؟ يلا. عندما يكون شخص او شيء ما لديه الافضلية على كل ما دونه للمقارنة ما بين تلاتة واكتر، زي ما قلنا واحد واتنين، واحد انتوا تلات اصحاب، واحد فيكم اطول واحد فيكم. تمام؟ طيب يبقى كده هنعمل ايه؟ قاعدة تالتة. القاعدة التالتة بتقول ان انا بجيب الاسم الاول زائد كلمة زا. لاحظ هنا ان كلمة زا هنا كلمة اساسية. خلاص كده اتفقنا؟ زائد الصفة مضاف اليها ايه؟ الصفة اي اس تي مش اي ار بقى، زائد باقي الاشخاص. مثال، والله عندي منى، منى دي ما شاء الله اذكى واحدة في الفصل. يلا يبقى منى از ذا سمارتست، بحيث ان كلمة سمارت صفة قصيرة بمعنى ذكي، ضفنا لها اي اس تي. سمارتست وان هي اذكى شخص ان ذا كلاس. يبقى انا بقارن ما بين منى وبين جميع الاطراف الاخرى اللي في الدرس او في الفصل. يبقى منى الاذكى في الفصل، او منى هي اذكى طالبه في الفصل. طيب فاكرين الصفات الطويله اللي هي بتتكون من اكتر من مقطع؟ خلاص ماشي. يلا هنعمل ايه؟ هنضيف قبليها most او least. خلاص يبقى الاسم الاول زائد most او least زائد الصفه الطويله زائد الاسم الثاني. مثال، BMW is the most expensive car in Egypt. هي اغلى سياره في مصر. طيب في حاجه برضو لسه ما شرحناهاش، فاكرين good وbetter وbest؟ طب هنقول ده دلوقتي هنستخدم best، فهنقول ايه؟ ها، علي is the best student. علي هو افضل طالب. طب تعالى كده نشوف بقى احنا عملناها ازاي. نكبر شويه عشان الناس تشوف. علي is the best student. عندي هنا الطرف الاول علي، بقارنه ما بين باقي الطلبه كلهم، بحط كلمه ذا وبجيب بدل جود اللي هي ما بتستخدمش اصلا في المقارنه. تمام؟ وبيتر اللي هي بتستخدم في المقارنه ما بين طرفين، عندي بقى بيست اللي هي بتستخدم مقارنه ما بين طرف واكثر من طرف. يبقى ليه؟ لان احنا قلنا جود صفه شاذه، وباد صفه شاذه، وفار صفه شاذه. بكده نكون غطينا كل مراحل مقارنه الصفات في اللغه الانجليزيه بالمراحل الثلاثه، وشرحنا الفرق ما بين الصفات الطويله والصفات القصيره، والصفات المنتظمه والصفات الشاذه. واصبح معاك الدرس كامل متكامل موجود على الفيديو. اذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو، تشترك في القناه، تفعل الجرس، تشارك الفيديو على فيسبوك، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وعلى الموقع الرسمي بتاعنا، هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه على خير ان شاء الله. السلام عليكم.